السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. فيديو جديد. بزاف فيكم كيسولوني على اللائحة اللي مشات لكوب دارب. غنعطوكم اللائحة ونعطوكم بعض الأخبار ديال النادي إن شاء الله. ففي اللائحة كاين في الحراسة، هاد اللائحة هي اللي غادي تمشي لكوب دارب. زنيتي فخر الحداوي، في الدفاع خفيفي حركاس، مقدام العراسي مشخشخ بداوي شبود أزرور بنتايك لبيب وسوبول. بالنسبة لوسط الميدان كاين كامارا أهولو الوردي مكعازي بالعامري زريدة دومينغو الشبيلي وفورسي. بالنسبة للهجوم كاين بوزوق وفراح والنفاتي بولكوست ورحيمي ومايي. بالنسبة للبن جديدة ورحيمي ومذكور ومجاهد والهبطي وحدراف والسبار وبولكوست وغاية والنهيري، راه ما مشاوش مع الفريق الإخوان. ولكن هتقولوا لي واحد أسماء قلتيهم في اللائحة قلتي ومن بعد قلتي ما مشاوش. بالنسبة لبولكوست الخوت عنده مشكل في باسبور وغالبا يتبعهم غدا إن شاء الله، ورحيمي تا هو ان شاء الله غادي يتبعهم، وكاينه شي هضره انه عاجب المدرب. بالنسبه للاخوان كاين خبر ان المعيد البدني التونسي اللي عاجب المدرب وهو اللي طلب انه يبقى فراه غادر، قال لك الكونترا الجديده ديالو ما عجبتوش اللي دار معاه بودريقه وقرر انه يغادر الفريق. بالنسبه الجامعة الإخوان خرجت العقوبات على الرجاء على الدومي فينال ضد الوداد والنهائي ضد بركان. فبالنسبة الدومي فينال ضد الوداد تغريم الرجاء 25,000 درهم لاستعمال الشهوب الاصطناعية وتسجيل حالة العود. بالنسبة للنهائي ضد بركان كاينين غرامات ديال 50,000 درهم لاستعمال الشهوب، كاينة 20,000 درهم للتصرفات لا رياضية، كاين 2,000 درهم على قبل الراجة خدات 7 انذارات والطرد، كاين 5,000 درهم على رمي المقذوفات، وكاين توقيف الهدهودي لمباراة واحدة. حاليا هادو هما الأخبار اللي كاينين على الراجة الإخوان. كنحاولوا نتاكدوا داك الجناح سوبر اللي تكلموا عليه انه في الطريق، نتاكدوا من الاسم ونحطوه لكم، لانه كاين خبر انهم جميع الامور تفاهموا عليها، بقى فقط امضاء نتاكدوا من الاسم ونحطوه ان شاء الله الاخوان. شكرا